وصلنا لاخر فقره، بس وصلنا لفقره فيها اهم فرد في المنظومه اللي هو او رب المنظومه او كبير المنظومه، كابتن ايهاب الالفي المدير الفني، اللي هو بتبقى فيه اسئله كتير عايزين نطرحها عليه، واسئله مش خاصه بالدرجه الاولى، اسئله خاصه بكل فرق البنات والسيدات في النادي الاهلي. كابتن ايهاب الالفي الف مبروك. الله يبارك فيك كابتن خالد، ربنا يخليك. دوري مرتبط عظيم الحمد لله، منطقه القاهره ما شاء الله، اللهم الحسن، لسه بطولتين كمان مستنيينهم يا رب ان شاء الله باذن الله. باذن الله. كابتن نور طلعت، كابتن نور علي طلعت، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. كابتن ثريا محمد الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. ميرسي. كابتن ايناس خالد توحيد. مش بنت الدكتور خالد توحيد. لا تمام، نبدا معاكي. دوري مرتبط، دوري قوي جدا ودوري مهم بالنسبه لنا، وبقالنا 3-4 سنين بنكسب دوري مرتبط. تقولي ايه على البطوله السنه دي بالذات؟ والله يعني هو اكيد طبعا البطوله كانت صعبه، بس الحمد لله يعني احنا كنا مستعدين حلو قوي ليها، وبس وعرفنا بقى ناخدها. لا استعدينا ازاي؟ انت بتاخدي لا مش هنجري. لا 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 مش هنجري بقى، مش هنجري، لازم الكل يعرف استعدينا ازاي. طبعا ابتدينا الدور التمهيدي وكسبناه، وكنا يعني بنتمرن كويس قوي طبعا عشان الماتشات مش بتبقى يعني قويه، وبنتمرن بقى كل يوم، بنتمرن بقى ندخل جيم بعد كده باسكت، وبعد كده بنخلص اوقات بقى في فيتنس مثلا في نص الباسكت وكده، وبعد كده بقى في الماتشات طبعا الماتشات مش بتكون قويه، فمثلا بعديها بنتمرن اكتر، بعد كده بنخلص بس بقى، وبعد كده دخلنا في السيمي فاينل وفاينل وكسبنا. قولي لنا نور، ماتشات مهمه جدا، ماتشات مهمه جدا، وفي ماتشات مؤثره كويس. التعامل في الماتشات المؤثره بيكون شكله ازاي؟ اول حاجه احنا بنستعد لها قبليها، بنتفرج على فيديوهات ليهم وبنقطعها ونشوف نقاط. مش بنقطعها، كابتن ايهاب بيقطعها صح؟ اه لا لسه عشان ندي الراجل ده لسه جاي له، اتفضلي. بنشوف النقط القويه عندهم وبنشتغل عليها، فالى حد ما بنخلي الماتش في صالحنا اكتر. هو بيبقى قوي بس احنا بتحضيراتنا والتمارين اللي قبل كده بيبقى الماتش خفيف. معنى كلامك ان كابتن ايهاب الالفي بيحفظنا الملعب قبل ما ننزله. بالظبط. كابتن ايهاب عليك عامل كبير ما شاء الله، تحدياتك اصعب مما كانت. 4 بطولات حملوك السنه دي ل4 بطولات، كلامي صح؟ طبعا، لانه انا زي ما انا اتعودت معاهم ان كل بطوله خلاص هي اصبحت تاريخ بالنسبه لنا، فبنبص للي بعديها. خلاص هنتركزنا دلوقتي خلاص في الدوري السوبر ان شاء الله وكاس مصر. البطولتين اللي فاتوا هم ادوا بشكل كويس جدا، وهم فعلا دايما زي ما انا بقول طول عمري في اي انترفيو، هم فعلا رجال، بنات النادي الاهلي رجاله، ملتزمين جدا، مطيعين جدا، بذلوا مجهود يعني كبير فعلا وتضحيات كبيره. وزي ما قالوا اللعيبه اللي قبليهم واللي قبليهم، ان انا على طول شاهد عليهم، ان انا على طول يعني مخليهم في على طول تحت بريشر كتير، ومفيش غياب من التمرين كتير، هو ده اساس النجاح. هو بس بيقولوا كده يعني على الهوا، لكن هم فعلا يعني ما حدش بيغيب غير لما يكون في حاجه، مثلا يكون في الجامعه حاجه، في لا قدر الله اصابه او تعب، لكن غير كده هم بصراحه بيبذلوا مجهود كبير، وهم السبب دايما يعني ان احنا موجودين الحمد لله كل بطوله وكل سنه موجودين في قناه النادي الاهلي، وده بالنسبه لنا بيبقى احسن تكريم واحسن فرحه بالنسبه لهم. هم السبب، هم اللي بيتعبوا، هم اللي جابوا البطولات، وان شاء الله باذن الله هم احنا واخدين عهد مع بعض لعيبه وجهاز ان احنا نحافظ على البطولات، وان شاء الله تفضل في النادي الاهلي لسنوات زي ما احنا كنا راسمين ومخططين وبنحلم من سنتين مع بعض، ان احنا لازم النادي الاهلي في الباسكتبول سيدات لازم يرجع يتسيد الباسكتبول في مصر، اللي بيها ان شاء الله نخش بطوله عربيه تاني ونستضيف البطوله الافريقيه باذن الله. وان شاء الله هيكون البطوله العربيه والافريقيه السنه الجايه هو الهدف الاكبر ان شاء الله. طب كابتن ايهاب، بعد ما كسبنا 4 بطولات، في تعامل نفسي مع اللاعبين، مش تعامل بدني او تعامل فني، التعامل النفسي شيء مهم جدا بالنسبه لهم. ازاي قدرت تتاهب المكسب او تاهب عفوا اللاعبات اللي معاك ان هم يبتدي يحضروا لمرحله جديده ومكسب جديد؟ بص كابتن خالد، الاعداد النفسي بالنسبه للبنات هو طبعا مهم جدا في كل كل الرياضات او كل الالعاب، لكن الاعداد النفسي للبنات ده مهم جدا، هو الفيصل بين لعيب ولعيب. هم فعلا طول ما هم انا يعني او انا وكابتن جاد وكابتن عمرو وكل الجهاز بنكلمهم كتير، ان هم بنعدهم نفسيا قبل الجيم، ان لازم احنا بنحترم كل الفرق،
لازم بنستعد لها كويس وبنحترم كل جيم لحد اخر ثانيه. اول ما الساعه تصفر او الحكم يصفر خلاص احنا نبتدي بقى نتعامل للي بعده. لكن هم اللعيب الوحيد بس ان هم ممكن في الماتشات السهله اقلق منهم. انا مش بقلق من الفرق اللي بتقابلني خالص خالص يعني. انا بكون قلقان ان كل واحده فيهم مش محضره نفسها كويس للجيم، مهما ان انا اتكلمتها ومهما ان انا عديتها نفسيا. لو هي مش حاسه باهميه المباراه ومركزه كويس جدا، في الباسكتبول سهل جدا اي ماتش يتخطف منك عادي جدا. فالموضوع النفسي ده هو الفيصل وهو الفرق بيننا وبين الفرق التانية. احنا حتى اخر مباراه كانت مع لينا في دور الثمانيه في الكاس، هم قالوا لي كوتش احنا يعني هنعسكر الجزيره، هنعسكر يعني هنعسكر لا لازم نعسكر. وضايقت جدا، لازم نغير الفكر ده، لازم الثقافه بتاعتنا تختلف، لازم ثقافه الباسكت بول تختلف. احنا بنعسكر لنفسنا، احنا مش بنعسكر نادي الجزيره. باحترامي ليهم فرقه كويسه جدا لكل الفرق احترامنا رائع. لا احنا بندور على شغلنا احنا، وبنحترم نفسنا احنا، وبنحترم شغلنا احنا، زي ما وانت بتقدم كده في الاول. هو البريشر زاد اول طبعا. سنه بصراحه ما كانش البريشر عادي، انا بنبني فرقه وبقى لنا 10 سنين ما بنكسبش، فكانوا رابع الدوري، كنا رابع الدوري وثالث كاس، فانا ما عنديش بريشر صراحه. لكن بعد ما خدنا الحمد لله البطولات وبقى في رباعيه، لا احنا ولا النادي ولا مجلس الاداره ولا الجمهور هيقبل بخساره. انا قلت لهم كده، قلت لهم احنا عايزين نعمل حاجه كويسه السنه دي، عايزين نعمل تارجت ما اتعملش قبل كده، احنا عايزين نكسب الدوري والبطولات كلها بدون هزيمه. خلونا نوصل للموضوع ده، ده هدف بالنسبه لنا ان احنا نعمله، عشان ان شاء الله بعد كده لما يجي اطلب بطوله افريقيه واطلب بطوله عربيه. انا بقول لكم من دلوقتي النادي مش هيتاخر خالص، لان انا بعد مكالمه كابتن محمود الخطيب لينا وللبنات بعد السيمي فاينل البطوله العربيه دي، كانت رساله كابتن محمود بيبعتها لنا، رساله مش مباشره. انا مش عايز اقول هو يعني حي البنات والاداء وعلى الروح وكل حاجه والكفاح، وعمري ما انسك الميت وقال لي انا مبسوط من الكفاح لاخر ثانيه للمباراه وهي دي روح النادي الاهلي. وقال لي بغض النظر عن نتيجه الفاينل، انا رياضي وفاهم مكسب وخساره طبعا وفاهم مستويات، لكن انا بحييكوا جدا 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 جدا، وان شاء الله السنوات القادمه هيكون الاستعداد مختلف يا كابتن هاني. فانا عمري ما هنسى هو ده سبورت مجلس الاداره وده كابتن محمود الخطيب. هو يعني بصراحه دي كانت اهم مكالمه جات لنا لعيبه وجهاز، ولما وصلت لهم الموضوع احنا النادي الاهلي، ما تزعلوش، احنا معانا محترفه واحده. انا وعد مني على لسان نشاط رياضي كابتن رؤوف ومجلس الاداره ان السنه الجايه النادي الاهلي هيجيب محترفات على اعلى مستوى يليقوا باسم النادي الاهلي زي ما قلت قبل كده. وانا قلت بعد البطوله وانا خسران ان البطوله العربيه ان شاء الله هتفضل سنوات وسنوات في النادي الاهلي ان شاء الله. عجبني ودي حقيقه والله، لان انا عرفت انا عرفت مين اللي بينافسنا، عرفت كل الفرق العربيه اخرهم ايه. هم الفرق بيننا وبين همنتنا اللبناني هو المحترفات. انا عندي لعيبه احسن من اللعيبه المحليه اللبنانيات الحمد لله. القصه كانت في المحترفات، واحنا بقى لنا 20 سنه 22 سنه بالظبط ما اشتركناش، فخلاص البنات عرفوا المستويات كلها، خبرات كبيره. هم كلهم سنهم صغير لسه الحمد لله، فاحنا قدامنا سنين، فعشان كده انا بقول لسنوات، مش بقول كلام يعني بهدي بيه الناس او كده. لكن ان شاء الله السنه الجايه بطوله عربيه باذن الله اثنين محترفات يليقوا باسم النادي الاهلي ويكونوا على مستوى عالي. بطوله عربيه ان شاء الله سواء احنا نظمناها او لم نستضيفها ان شاء الله البطوله العربيه، وان شاء الله البطوله الافريقيه هنعمل حاجه ما حصلتش ان شاء الله، يكون الجيل دوت وعلى ايديهم ان هم يجيبوا افريقيا للنادي الاهلي، ده الهدف الاساسي ان شاء الله يعني باذن الله. وهرجع لكلمه البطوله الافريقيه، هقف مع كابتن ابل الف شويه على موضوع البطوله الافريقيه، لكن اروح لنجمه وافد جديد للنادي الاهلي. هي دلوقتي بقت لعيبه في النادي الاهلي، لما كلمتها اول ما جت حسيت ان هي عايزه تنزل الملعب. كابتن سرايا مظبوط، الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. الفرق بقى دلوقتي بين الصيد والاهلي كتير. كسبتي بطولتين، قلت لي نفسي اكسب بطولات. بدات تحقق الهدف؟
هو طبعا من اول يوم وانا جيت الاهلي وانا فعلا عارفه ان النادي ده مش بس بيقبل بان هو يكسب بطولات بس من هو اجل ان هو يكسب بطولات، لا احنا انا جيت الاهلي وعندي بريشر اكتر منهم ان انا لا ما ينفعش ان احنا هم السنه اللي فاتت الاهلي او احنا السنه اللي فاتت في الاهلي لما انا ما كنتش معاهم كانوا كسبوا كل البطولات الاربع بطولات، خسروا ماتشين ما كانش ليهم اي لازمه ما كانش فارق معاهم خالص الماتشين، بس اسمهم برضو الاول في كل البطولات. السنه دي انا بالنسبه لي كان عليا بريشر اكتر ان انا مش عايزه ولا اي ماتش يقع مننا، انا كده كده جايه على فرقه بتاخد كل البطولات، فانا عايزه ابقى يعني عايزه ابقى حاجه اضافه زياده اكتر ان احنا ما نخسرش ولا اي ماتش. كان نفسي ان احنا نكسب طبعا البطوله العربيه، طبعا يعني كان اصابات على ان فريق لبنان كان اقوى مننا، مش لعيبه لبنانيه قد ما هم المحترفين بتوعهم كانوا كويسين، احنا لو لعبناهم من غير محترفين لا احنا نكسبهم، اي واحده من ال 12 هتنزل هتثبت نفسها وتبقى احسن من اللعيبه المحليين. بس فانا بالنسبه لي جيت لعبت بطوله المنطقه، ماتش الفاينل احنا كسبناه 20 بوينتس كان مع هليوبلس، كنا عاملين لهم اعتبار من اول يوم وكنا يعني عارفين ان احنا هيبقى الفاينل يا جزيره هليوبلس، ما كناش قلقانين. انا عن نفسي لما انا بكون قلقانه في الماتش او بقول انا حاسه ان احنا هنخسر، مثلا نوره تقول لي لا ما تخافيش احنا هندوس على الزرار وهنكسب دلوقتي، لا فعادي انا ببقى عندي القلق ده دايما موجود اللي هو طبعا ببقى خايفه ان احنا نخسر من اي حد، انا ببقى انا مش الشخصيه دي يعني. فنوره هاله دينا رنا منار الناس دي كلها بتقعد في المقلق، لا احنا حتى منار برضو بتبقى قلقانه شويه ان احنا مثلا هنخسر او حاجه عشان انتوا لسه جداد على النادي الاهلي، بس هم برضو ساعات بيكون جواهم القلق ده، بس بيحاولوا ان هم ما ينفعش ينقلوا لنا القلق، بيطمنونا اكتر ان احنا لا احنا هنكسب، فبالتالي كلنا بنبقى ايد واحده مع بعض اكتر. اعتقد كل الماتشات اللي احنا لعبناها يعني كل يعني بينا اكتر في الشوط الرابع او الثالث بنبقى خلاص، حتى ماتش الجزيره اللي هو كان في المرتبط السيمي فاينل اللي كان عندنا هم كانوا موفقين بطريقه غير عاديه، الماتش خلص 74 71 جابوا فينا 71 بوينت على ارضنا وده حاجه مش طبيعيه، فده يعني احنا لا انا كنت خايفه ان احنا بجد نخسر واحنا ما كناش يعني اللي هو احنا ما كناش برده كويسين، فانا بقى بقول لنوره مش حتى في الماتش كنت بقول لها نوره انا خايف ان احنا نخسر، قالت لي لا ما تخافيش احنا ما بين الكورتين، قالت لي لا ما تخافيش احنا هندوس على الزرار دلوقتي وهنلاقينا ان احنا جامدين، نزلنا الشوط الثالث احنا خسرانين برضو، طب احنا ما دوسناش على الزرار يعني في ايه مش فاهمه بقى هنخسر بجد ولا ايه، بس الحمد لله يعني ربنا وفقنا في الشوط الرابع وقدرنا ان احنا نرجع تاني. ماتش سبورتنج طبعا احنا كنا عاملين له حساب من قبل اصلا ما نفكر فيه، احنا عارفين ان الفاينل دايما بيبقى اهلي وسبورتنج، عارفين ان هو ماتشين، طبعا هي ميزه وعيب الماتشين، ميزه ان انت لو كسبت ماتش خلاص خطفت، عيب اللي هو لو خسرت ماتش لا تقدر ان انت تعوض تاني، بس الحمد لله الصغيرين بتوعنا كسبوا الماتشين واحنا كسبنا ماتش، فقلنا احنا كسبنا اول ماتش وهما كسبوا الماتشين قلنا خلاص، بس احنا لا كابتن ايهاب حتى من البدايه خالص قايل لنا احنا مش عايزين نروح نبقى كسبانين المرتبط بس عشان الصغيرين كسبوا ماتشين، لا احنا عايزين احنا اللي نبقى حاطين رجلنا في المرتبط، احنا اللي كسبنا مش عشان الصغيرين هم اللي كسبوا. بس وهو بنلعب الكاس وان شاء الله عندنا السيمي فاينل مع هليوبلس. انت بتجيب 40 بوينت بتجري بسرعه صح؟ بتجري عايز تخلصي بسرعه؟ حسيت عايز تجري بتجري تنزلي الملعب تاني؟ لا لا نور دوسنا على الزرار وبنكسب، يعني ايه هندوس على الزرار ونكسب؟ اللعيب بيقول كلام في الملعب مختلف عن الكلام مع المدرب مع الجمهور مع اي حد. اولا احنا عارفين ان احنا هنلم بعض وان الماتش اكيد هيبقى سهل احنا في الاخر، بس دوت مش كلام بس، هو احنا عشان احنا محضرين من قبلها بالتمارين من اول السيزون محضرين ان شاء الله البطولات كلها في الاهلي، على قد ما بنقدر حتى لو خسرانين او مش متوفقين في اول او تاني كوارتر فالتالت والرابع احنا كلنا هنشد حيلنا وكلنا هنحس بالمسؤوليه ان احنا في وقت خطر لازم نبقى ايد واحده ولازم نكسب، فده بس معنى ان احنا ندوس على الزرار ان كلنا بنبقى عارفين ان ده وقت الجد واحنا لازم نعوض اللي حصل في الكوارتر الاول. لازم تعوضي اللي حصل ايناس من وجهه نظر لعيب وليس مذيع، كويس؟ كنا بنعملها كده، قالت ندوس على الزرار وكان الماتش ما بيجيش معانا. احنا هندوس على الزرار وبنلم نفسنا والماتش صعب 74 71 تقولي ايه؟ ايه؟ اصل هي اختها بتلعب في الجزيره فهي ممكن تبقى فيها نفسيه بينها وبين الجزيره؟ لا خالص، هي بتلعبي مع اختك انت بتلعب في الجزيره؟ بتلعبوا زي قدام بعض ازاي؟ يعني الصراحه بنبقى برضو كده اللي هو في حته اللي احنا هنسيب بعض شويه الله. يعني مش هنسيب بعض شويه اللي هو يعني خايفين نغوط في بعض نحتك في بعض، لو الكوره وقعت ما بيننا مثلا نروح ونقف كده فعلا، يعني نبقى اللي هو كده يعني بنحب ان احنا ما نمسكش بعض او ان احنا ما نبصش بعض في الملعب. طب كابتن ايهاب الالفي كان ليه فكره ان انت تمسكي اختك وده ماتش وده فاينل؟ هو ده حصل السنه اللي فاتت. حصل تلعبي معاها ازاي؟ يعني بحاول ما ركزتش ان هي اختي خلاص. طب بصراحه يعني. لما رجعت بيدو انت كسبانه قعدتي تقولي احنا كسبناك وكده ولا بصراحه؟ امال قلت لها ايه؟ هارد لك؟
خلاص بقى يعني معلش يعني المرة الجاية تكسب انت وكده بقى اي كلام يعني اي كلام. قولي لي الماتش الصعب بتاع الجزيرة. خلينا ماتش الجزيرة ماتشات سبورتنج دايما فيها شد وجذب مظبوط. الماتش الفاينل كان امتى الشد والجذب بينك وبين نادي سبورتنج في اي وقت في اي كوارتر؟ كان الشد غالبا كان في هو ده اللي في الاول في الثاني بعد كده هنفرق الاول والثاني اه بعد كده هنفرق. بس اخر ماتش كان كان يعني احنا لما لعبناهم لعبناهم مرتين اول ماتش لعبناهم كان كنا احنا فارقين فرق كتير قوي وجمهم جم هم في الشوط الثالث عملوا كومباك سريع قوي ورجعوا جم تاني وكان خلاص كان احنا مثلا فرق 15 بوينتس لينا طلعوا كان هم بوينت ليهم. فهي سبورتنج هي فرقه فاينل يعني عندها خبره الفاينل ما بتعرفش انها ما بتسيبش الماتش يعني حتى لاخر دقيقه. الله شفتي الصوره؟ اه الله حافظاها. البطوله العربيه دي؟ اه صح؟ ده كان ايه؟ هيموتك صح؟ لا خالص والله لا. لا الكوره قولي لي بس انا هقول هو كان خلاص ده في ماتش الامل التونسي في السيمي فاينل اه فكان ساعتها انا كان عندي فاول شوتنج او حاجه والماتش كان خلاص في اخره فكان عندي اتنين فاول شوتنج كان مش عارفه ايه اللي بيحصل في الاخر كنت بجيب واحده واضيع واحده وكابتن هيب عارف ان انا نادرا قوي لما بضيع فاول شوتنج بالذات فانا عمال اقول له كابتن هيب انا بضيع بقى جايبني قال لي ما تخافيش وانت روحي ضيعيها مش مشكله دي فيها 40 بونت ده الماتش بتاع 40 بونت صح ما شاء الله فبس قال لي ما تخافيش ضيعيها ومش عارفه طب انا ضيعيها في وقتها بس يعني كده بقى. كابتن هيب من كلام الكباتن اللي معانا بيقولوا ان في فرق في اللياقه البدنيه انت بتلعب على الجيم الثالث والرابع الكوارتر الثالث والكوارتر الرابع مظبوط كده الفتره الثالثه والرابعه شايف معدلات اللياقه البدنيه بالنسبه لفرقتك ومدرب الاحمال بتاعك كابتن كريم مظبوط كده دوره موجود ايه في الفرقه تعامل معاك ازاي؟ هو انا عايز اشكر مش كابتن كريم بس انا عايز اشكر الاول الجهاز كله قولهم لي واحد واحد لو سمحت بعد اذنك الجهاز كله هو اللي هو يعني عمرنا ما هنكسب غير ما يكون الجهاز قوي جدا وجهاز محترم وفعلا جهاز النادي الاهلي يعني فهم الاساس يعني عشان بس زي ما هم البنات قالوا كده انا ما بعملش حاجه لوحدي الجهاز بالكامل والله مش عشان حاجه كل واحد ليه دور كل واحد ليه دور بيأديه بشكل كبير جدا بدايه من كابتن محمد جاد المدرب العام كويس دوره كبير جدا وقريب جدا من البنات بيلم ورايا كل حاجه يعني متفاني في شغله بيحبهم جدا زي اخواته الصغيرين بيحاول يريحهم يعني بدرجه مش عايز اقول زياده عن اللزوم فده دور مهم جدا هو بيقوم بيه بلس ان هو في الباسكت يعني على طول انا هو وكابتن عمرو صابر انا بتكلم بس على جاد ان هو معايا بقى له سنتين عمرو السنه دي اول سنه عمرو ابن النادي وزميلي في النادي وفي المنتخب تمام والسنه دي اللائحه ادتنا حد يعني مدرب زياده فدي كمان بقى عندنا قوه كمان بقى خلاص معايا اتنين فنيين كل واحد فيهم يقدر يمسك الدرجه الاولى لوحده فدي كانت ميزه كبيره جدا بالنسبه لنا بالاضافه الى كابتن مشيره اللي هي فعلا هي مامتهم هي يعني زي حريصه عليهم بزياده وساعات ممكن يشتكوا منها بان حرصها الزايد عليهم عندها خبره كبيره كانت لعيبه في النادي لعيبه في المنتخب وبقى لها 10 سنين اداريه المنتخب هي حتى كمان معايا اداريه المنتخب فحافظاهم فدي كانت ميزه بالنسبه لنا كابتن موسى علي المدير الاداري كانت كل الحاجات الاداريه مش بحس في اي تغييرات بقى اداريه اي مشكله بينه وبين المنطقه مشكله بينه وبين الاتحاد كان هو اللي بيتولاها وبيقوم بيها فيعني مريحني جامد جدا جدا الموضوع الفني كريم هو المخطط الاحمال هو مش بنسيبه بصراحه يشتغل لوحده انا وجاد وعمر احنا على طول مع بعض لازم يعني الموضوع بينا مش بنسيب الموضوع بدني لا احنا لما حاطين البرنامج من اول السنه ولو قدر لو في توقف او حاجه او اصابات فبيبقى بنعدل احنا الاربعه مع بعض دايركت عبد الله هو اللي بيعمل كل الشغل الاحصائي اللي هم دلوقتي كنت انا محتاج ان توصل لهم الثقافه دي ان كل واحده لازم تعرف هي شطت قد ايه جابت قد ايه عملت ايه الترن اوفرز قد ايه فكل ده ما كانوش بيهتموا بيه دلوقتي خلاص بقى اول ما يطلعوا الملعب كابتن عبد الله انا عملت ايه ارقامي ايه احصائياتي ايه لعبت قد ايه فدي حاجه كانت مهمه جدا ان كل ما كل جيم
كابتن عبد الله بيعمل لهم الستاتس بيبقوا مركزين جدا جدا معاه. فده سبب النجاح بلس الدكتوره بقى اللي هي فعلا اختهم، بمعنى اختهم ليل ونهار معاهم في الـ في الـ في المعسكرات، في اي اصابه هي معاهم، حتى الادويه تبقى حريصه ان ياخدوا الدواء قدامها، لازم تنيمه الاول بعد كده يناموا. فده الجهاز اللي القوي اللي من اسباب المكسب، او هو سبب المكسب، هو مش موضوع مش اهاب بس او مدير فني بس. لو الجهاز ده مش معايا جهاز قوي، لو مش معايا دكتوره كويسه، لو مش معايا مدربين كويسين، لو الاداري مش كويس، لو الاعداد البدني مش كويس، مستحيل كنا هنفرق ونكسب زي ما انت بتقول. كلهم بس يا كابتن ايهاب، معلش هقطع على حضرتك كلمه، كابتن موسى وكل الجهاز الفني والاداري والطبي حضرتك كله بتتكلم عليه قدامنا على الشاشه دلوقتي. طبعا هم انا بشكرهم وبحييهم، يعني كنت اتمنى ان كلهم يكونوا موجودين، وان شاء الله عذرا على ضيق المكان في وعد من القناه ان كلهم الفرقه كلها تيجي ان شاء الله باللعيبه، لان ده حقهم وده تعبهم، هم مش جزء، هم اساس المكسب مش جزء. عاجبني جدا الروح بين اللاعبات، وعاجبني الروح اللي انت بتتكلم بيها على الجهاز بتاعك، هو ده روح النادي الاهلي، ده اللي اتربينا عليه، وانا بنقول الحقيقه يعني فعلا احنا الجهاز يعني الحمد لله انا محظوظ ان انا هم معايا جهاز قوي، كل واحد ليه دور، ومحظوظ ان معايا جيل من اللاعبات فعلا متميز. الحمد لله عندنا كل حاجه، عندنا بنات صغيره، عندنا اطوال، عندنا سرعات. دايما اقول لهم الكلام ده، ده وقتكم، ده لازم تكتبوا التاريخ، لازم تفضلوا سنين زي ما سبورتنج فريق كبير فضل محافظ 10 سنين على البطولات، لازم انتوا ترجعوا تحافظوا على البطولات، لانه تستحقوا. لو انا مش شايف انتوا تستحقوا، مش هنتعب، مش هيبقى علينا بريشر دلوقتي، ولا احط عليكم بريشر خالص زي ما قالوا عليا. انا هم انا بره، لا لسه هاجي للكلام ده يا كابتن ايهاب، لا لسه هاجي لكل الكلام اللي قالوه، بس لما نقف مع بعض عشان بس يبقى الكلام واضح بيننا وبعض. قولي لي يا ناس، الاحتراف شيء مهم في الرياضه دلوقتي، وعندنا بنات محترفين بره، وانا شايف وجهه نظري ان الباسكت متقدم، يعني كذا اكثر من 6-7 لاعبات بره في الاحتراف. تشوفي الاحتراف شكله ازاي لو البنات دي كلهم طلعوا، مصر هتتقدم ازاي؟ لا اكيد طبعا هياخدوا خبرات جامده قوي، وان هم هيرجعوا هنا، احنا بقى هناخد يعني الناس اللي ما سافرتش بقى هتاخدهم من وان هم بقى بيحتكوا مع ناس في الليفل اعلى مننا اكيد بكتير. اكيد لما احنا هنفضي هنطلع شويه لبره هيكون عندنا ذخيره ثانيه بنات تطلع من تحت، فاعتقد تبقى الخبرات اوسع كتير، ايه رايك؟ اكيد مظبوط؟ طبعا. تدرسي ايه؟ سهله اهي، جاي لي في السهل، قولي. اسنان. دكتوره ما شاء الله، انتوا كلكم دكاتره؟ هم كلهم دكاتره كتير. ما شاء الله. احنا مش دكاتره. تقى اسنان لسه جاي لك، لسه جاي لك، بتستنى. تقى طب اسنان، ايناس طب اسنان، عبد الظاهر طب. طيب ما شاء الله. بشري زينب ورانا علاء وما جوش النهارده عشان هما اتنين في هندسه ما شاء الله. فما جوش بسبب الدراسه، تقع ما جتش عشان الدراسه، كنت اتمنى موجودين. ساره عندها امتحانات في الجامعه الامريكيه ما شاء الله، دول ما جوش كنت اتمنى يكونوا موجودين يعني معانا. هي دي مشكلتي معاهم، ان هما كل كلياتهم كليات قمه وكليات عمليه ما شاء الله. عجباني جدا ايناس ما شاء الله، دكاتره مهندسين كل الاشكال، كل حاجه. بنوفق ازاي؟ هنقدر نوفق ازاي مع المستوى الكبير او المستوى المحترم اللي انتوا فيه؟ هو الصراحه صعب جدا يعني، الموضوع متعب جدا، بس يعني كابتن هبة هو بيقدر شويه يعني التاخير ده. هسالك على سؤال بالذات على اختك في البيت. انتوا الاثنين، هي برضو دكتوره؟ لا. فين؟ هي بيزنس دي سي. كويس جدا. قولي لي التعامل ازاي في البيت؟ وانت عندك ماتش، وهي عندها ماتش، وماما وبابا والبيت وكده، يعني بتعملوا ازاي؟ وماما تكسبي ماتش مبروك، والتانية هارد لك، يعني قولي لي بتعملوا ايه؟ لا هو الموضوع بيبقى صعب قوي كمان. يوم اللي هو بيبقى احنا اتنين عندنا ماتش ضد بعض، ده نبقى اللي هو نازلين مع بعض بقى وكده، اللي هو انا هكسبك، لا انا اللي هكسبك، شوف هتعملي ايه بقى وكده، في شد وجذب. بس طبعا انا قاعده كده بحس ان لو عملت حاجه حلوه بحس ان انا اسقف بسكت عشان بقى. مين الكبيره؟ هي فالصغير دايما انت عارفه لسانه على طول شغال، صح؟ طبعا. طب واصحابك دول بيجوا البيت بقى ويهيصوا اهلي وكده ولا ايه؟ ولا ما حصلش؟ بس هي كانت معانا في الاهلي برضه، فهي كانت صحاب يعني، مش لما نعمل شيكات بعض. ما تعمليش كده فيها خالص. تقولي لها ايه على الهوا؟ قول لها ايه على الهوا؟ قول لها هنكسبكم مني جاي. بقى خلاص و يا نور قولي لي ايه؟ بتخافوا جامده؟
ايه الوضع بينك وبينها؟ دي كانت ايام معاكوا والوضع هي ايمان قبل ما تبقى لعيبه هي صاحبتي اساسا كويس من جيلي بس بنبقى دايما حريصين هو مش عليها بس على كل اصحابنا وكل اللي بيلعبوا باسكت في اي ماتش بيبقى بنخاف على بعض وازاي نلعب بحرص وما يبقاش فيه اصابه بس وهي برضو اكيد بتبادلنا نفس الشعور ان احنا برضو ما تبقى خايفه علينا ونلعب احنا خايفين على بعض. حاجه مهمه لازم اسالها، بتتعاملوا ازاي مع كابتن ملك هشام اصغر لعيبه عندك في الملعب؟ لا والله انا بالنسبه لي ملك، بالنسبه لي ملك بالذات يعني ان هي يمكن اكتر حد في الفرقه بيعمل ديفنس، يعني هي اكتر ممكن هي ما شاء الله ما شاء الله عليها كفيله انها تدافع على الخمسه لوحدها عادي خالص مفيش اي مشاكل يعني ما شاء الله. انا بالنسبه لي ملك في ماتش الجزيره يمكن هي مش اهم حد في المكسب بس يمكن هي من اهم اسباب الفوز ان هي لما كنا احنا كان الماتش ماشي باسكت 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 كابتن ياب حتى كان ولا بجد كانها يعني ملك تنزل في الديفنس وساره تنزل في الاوفنس دي تنزل في ملك الهجمتين اللي هي نزلتهم في الديفنس اللي هي نزلت في الشوط الاول وقعدت الماتش كله بره ونزلت بقى في الرابع في اخر دقيقتين كنا احنا كسبانين باسكت او يعني احنا محتاجين الكوره دي ان احنا نقطعها ملك كانوا هما بيلعبوا اوتسايد راحت ملك مديه ظهرها للملعب وبس اي حد بيقرب من الكوره ملك بتقابله فتحسب خمس ثواني عليهم قام الكابتن مطلعها نزل بحد تاني في واحنا رايحين بقى اتاك راح بعد كده فهمني ملك هشام حكايتها ايه؟ حكايتي ان كابتن ايهاب سبب رئيسي اللي انا وصلت له. هي لسه ما عملتش حاجه احنا لسه دي اول سنه بس خالص بالاخر يعني هي لسه ما عملتش حاجه هي فعلا زي ما صوره بتقول هي بتدافع كويس قوي في الماتش ده يعني انا هي لسه طبعا خايفه ولسه لعيبه صغيره فشويه هي في الاتاك لسه يعني الموضوع كبير لان ملك مواليد 2002 يعني كنت لعبت السنه اللي فاتت مع زي المرتبط كده السنه دي زي البنات الصغيرين انت استضفتهم كده فطالعه لسه موضوع كبير شويه هو كان ريسك شويه في موضوع ماتش الجزيره كده زي ما صوره بتقول ان احنا كل ما نيجي ندافع بنزلها وفي اي توقف على طول بخرجها في الاتاك يعني كان اخر دقيقتين كان عندنا لسه 2 تايم اوت اهلي وجزيره فكان في 4 تايم اوت في اخر دقيقتين كان عندي فرصه ان انا فالحمد لله انا ما نزلتها فعلا عملت 2 ستيل كانوا مؤثرين جدا في نتيجه المباراه ولسه بدري يعني لا انت عمال يعني اديتها كابتن ملك هشام كابتن ملك هشام هي كابتن ملك هشام نجمه كبيره كابتن ملك هشام نجمه كبيره في الطريق وان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه هتكون من احد اسبابه او من اللعيبه الكبار وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر اتمنى لها التوفيق باذن الله. هنخرج للعبات سريعا لحضراتكم وسؤال انا سالته التعامل بينكم وبين كابتن ايهاب الالفي لسه ما هو ما ردش ها قولي لي لا هو الكابتن ايهاب سريعا عشان احنا بصي بيقولوا لي خلص خلص الكابتن ايهاب متفاهم جدا طبيعه دراستنا والدكاتره والمهندسين والبزنس كل حاجه فعلى قد ما بيقدر لو ينفع يسمح لنا بغياب او تاخير او كده لا هو بيقدر صراحه. تمام كلمه اخيره لكابتن ايهاب الالفي سوريا. كلمه اخيره كابتن انا بس عايزه اقول له شكرا على كل حاجه عملها معايا في وقت ما انا ببقى وحشه بيكون معايا وحشه زعق زعق اسمع كلامي زعق زعق بس عشان مصلحتي في الاول ولا في الاخر وقت ما بيكون سياسيه شويه انت معايا صح خايفه قاعد معانا على نفس الترابيزه بجد خالص صح كابتن لا والله وانا شايف الكلام براحتي لا بجد لا هخليك تكلمه كلمه اخيره بس مش لما نخلص هنقفل بيها هو فعلا بقول لك الوقت اللي ببقى فيه وحشه بيكون معايا قبل الوقت اللي انا ببقى فيه كويسه حتى الوقت اللي ببقى فيه كويسه بيقول لي انت كنت وحشه فعادي يعني فانا فعلا ما عايزه اقول ان وعايزه اقول كمان شكرا لفرقتي اللي خلاص بقت عيلتي الثانيه اللي لما ابقى خلاص ببقى عايزه حاجه لا باجي لهم هم وطبعا بشكر الجمهور اللي على طول واقف في ظهرنا في اي ماتش من الماتشات. هنختم بيكي كلمه كابتن ايهاب وجمهور النادي الاهلي يلا انس طبعا بشكر كابتن ايهاب يعني وبقول له يا ريت تسامحني على التاخير يعني دكتور حقك يعني عشان كده مش هيبقى عايز اقول حاجه قولي له يا كابتن انا هعالجك في سنانك وكده برضه بس هتجيب فلوس خد بالك سنانك بايظه اساسا تمام طبعا بنشكر الجمهور ان هو واقف ظهرنا دايما وعايزين بقى اكتر فدايم اكتر يعني انا فعلا مبسوط وفعلا ببارك لهم وفعلا بقول لهم الف مليون مبروك لفريق عظيم اربع بطولات السنه اللي فاتت وبطولتين السنه دي خساره البطوله العربيه كان شرف ليهم ان هم وصلوا الفاينل لعبوا وتعبوا وادوا ما عليهم لكن هم بيوعدوا في المرحله اللي جايه ان شاء الله باذن الله هيكونوا واقفين على مصر كابتن ايهاب الالفي بيوعد
ان في افريقيا ان شاء الله في اللي جايه يقدر يوصل بالبنات. البنات عندها طموح وامل كبير جدا، عندهم اهداف هيحققوها. في اخر الحلقه لازم هنختم مع كل الفريق المتواجد دلوقتي جوه استديو نادي الاهلي. قوم يا اهلي شوف ولادك والبنون، شوف كتايبك، شوف جنودك والحشود، شوف آيات النصر في كل العهود، شوف وسجل بيها أبكار الخلود. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان. كل نعمة في رحابك عندنا دي مشيئة وإرادة ربنا، شيوخك الحسن تمكنا وبشبابك احتفظنا باسمنا. انت دايما 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 في الأمان. قوم يا أهلي شوف ولادك والبنون، شوف كتايبك، شوف جنودك والحشود، شوف آيات النصر في كل العهود، شوف وسجل بيها أبكار الخلود. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان. كل نعمة في رحابك عندنا مشيئة وإرادة ربنا، من شيوخك الحسن تمكنا وبشبابك احتفظنا باسمنا. انت دايما 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 في الأمان. كلمة للكابتن إيهاب الألفي هيرد ان هو في شد وجذب، عندنا بطولات، عندنا امل، عن البنات اللي موجودة دي فعلا فريق كبير، فريق عظيم، هو ده الفرق النادي الاهلي، هي دي روح النادي الاهلي. كابتن إيهاب الألفي كلمة الاخيرة لحضرتك. انا بس عايزين طبعا الالتزام دوت على القرار دوت دايما 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 واحد، وان شاء الله هم قادرين هو نمره واحد ونخلص البطولات المحليه او رباعيه زي ما قدمته في الحلقه ان شاء الله، عشان السنه الجايه نروح البطوله العربيه والافريقيه. موضوع الشد والجذب ايوه ده مهم جدا. انا بره الملعب ما عنديش شد وجذب، هم عارفين والله كلهم بنات يعني او اخواتي يعني، ما عنديش مشكله خالص. جوه الملعب لازم يحسوا ان احنا بنلعب في النادي الاهلي، لازم عندنا بريشر، لازم يستحملوا اكتر من كده، واللي جاي هيبقى فيه بريشر اكتر ان شاء الله، عشان الكاس يعني صعب السنه دي ان احنا ما نحققش السنه اللي فاتت، فاحنا علينا بريشر اكتر، فهيكون في بريشر اكتر، فاستعدوا يعني ان شاء الله. مبروك يا بنات، الف مبروك، وان شاء الله دايما بطولات ودايما مكسب ان شاء الله. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. شكرا. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الامان. كل نعمة في رحابك عندنا دي مشيئة وإرادة ربنا، من شيوخك الحسن تمكنا وبشبابك احتفظنا باسمنا.